برحب بحضراتكم مشاهدينا اولى فقرات حلقتنا النهارده. الموالح المصريه بتعتبر من اكثر المحاصيل الزراعيه المصريه اللي بتلقى رواجا في الاسواق العالميه، وايضا بتلقى رواج وانتشار في الاسواق المصريه وفي اقبال من المواطنين على الموالح، بما ان هي من اجود اصناف او انواع الفواكه اللي بتبقى متواجده في الاسواق المحليه. كمان الموالح من المحاصيل اللي الحمد لله عندنا منها اكتفاء ذاتي، عندنا ايضا وفره تصديريه، ولكن يمكن السنه دي في يعني تم ملاحظه ان في انخفاض طفيف في نسبة إنتاج الموالح لبعض الظروف اللي هنعرفها النهاردة من خلال هذا اللقاء، ومن خلال حوارنا عن أهم الأساليب اللي من خلالها نقدر ننهض بزراعة الموالح عندنا في مصر، مع ضيفي الكريم اللي بيشرفني في هذه الفقرة دكتور محمد سامي مليجي، رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين. أهلا بحضرتك دكتور، صباح الخير. أهلا صباح الخير يا فندم وحضرتك، وصباح على كل المشاهدين. أهلا بك يا دكتور. يعني الموالح المصرية دكتور من أكثر يعني المنتجات الزراعية اللي مصر بتتميز بيها، اللي بتلقى رواج في الأسواق المحلية وأيضا في الأسواق العالمية. إيه اللي ممكن يكون بيميز الموالح المصرية عن غيرها من إنتاج الموالح في أي دولة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموالح المصرية ذات سمعة عالمية زي ما حضرتك قلتي، مميزة بين أصناف الموالح في كل دول العالم. حبانا ربنا سبحانه وتعالى بميزة هامة جدا، وهي أن في فترة اكتمال نمو ثمار الموالح في شهر 9 وفي شهر 10 بيبقى عندي في فرق كبير بين درجة حرارة الليل والنهار. يبقى بالنهار الجو دافي والحرارة 32 و30 وحاجات كده، وبالليل تنخفض ل 17 و18. الفرق العالي بين درجات الحرارة الليل والنهار بيؤدي إلى تحسين خواص صفات ثمار الموالح، ودي ميزة إحنا بنتميز بيها، وثمارنا في كل أسواق العالم مميزة بثمار الموالح المصرية. هي أغلى، هي أفضل، هي أحسن للمستهلك في أي دولة من دول العالم. نعم. طب لو أسأل حضرتك عن المناخ الملائم للتوسع ولانتشار زراعة الموالح في مصر، إيه أفضل الأجواء المناخية وتوقيتات الزراعة المناسبة لهذا المحصول؟ إحنا في مصر بتتميز بتنوع مناخي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، والموالح موجودة في كل محافظات مصر. يعني ما تقدريش تقولي في محافظة ما فيهاش موالح، أو محافظة بتتميز مثلا أكثر بإنتاج الموالح. لكن هناك محافظات تتميز بـ 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 بأن جوها وأرضها تربتها مطابق مناسبة قوي، أكثر مناسبة لإنتاج الموالح. يعني أنا يعني لو شفت إنتاج يعني الإنتاج العام أو المساحة العامة للموالح في مصر، السنة دي عندنا حوالي 470 أو 480 ألف فدان مزروعين، بلاقي 80% من المساحة دي مزروعة في حوالي 6 محافظات بالترتيب: النوبرية، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، المنوفية. هذه المحافظات فيها 80% من البرتقال المصري، ال 20% الباقيين على بقية المحافظات يوسفي وليمون وبرتقال برضو. فالأجواء المصرية مناسبة للموالح، ولكن زي ما قلت لحضرتك هناك مناطق تركيز تبقى جودة الثمار فيها عالية، كمية الإنتاج عالية. فحضرتك مصر مناسبة جدا لزراعة الموالح وإنتاج الموالح وإنتاج الموالح، وإنما أماكن التفضيل زي ما قلت لحضرتك. ولذلك إحنا يعني لو اتكلمت في إحصائية الموالح إلى حد ما، أو سنة 14 سنة 2014 كان عندي مساحة أكتر من المساحة الموجودة السنة دي، كان عندي 534 ألف فدان تقريبا، إنتاجيتهم كانت 4 مليون، 4 مليون طن، كان متوسط الإنتاج 9.7 طن الفدان. السنة دي أنا عندي 475 ألف فدان مزروعين، من 425 ألف فدان مثمر، إلا أن الإنتاج عندي 4 مليون و450 ألف طن، بمتوسط 10.1 طن الفدان. طب إيه سبب يا دكتور أن في تراجع في الإنتاجية؟ هقول لحضرتك الأول السبب الأهم، أن أنا عندي رغم المساحة قلت والمساحة المثمرة قلت، إلا أن متوسط الإنتاج زاد نتيجة تطبيق التكنولوجيات العالية
اللي بيقدمها معهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه لمزارعي الموالح. يعني حضرتك احنا ملتحمين بالمزارع من خلال ندوات ارشاديه ودورات تدريبيه وايام حقل، بنروح للمزارعين في الحقول ونبين لهم الفرق بين اللي طبق المعاملات الارشاديه الصح واللي ماشي بالطرق التقليديه القديمه. صحيح. وبالتالي احنا رغم المساحه قلت لكن الانتاج زاد. انا صدرت سنه 2014 175,000 طن، في احصائيه 2017 صدرنا 1.6 مليون طن بما يعادل 35% من منتج. يعني افهم من كلام حضرتك ان المساحه المزروعه هي اللي تقلصت بعض الشيء، ولكن متوسط الانتاجيه كان لها سبب. احنا في 2014 تدنت الاسعار والمزارع المنتج ما خدش حقه كما يجب من انتاجه، فناس كتير تسرعت وقلعت مساحات من الموالح. احنا بدانا نعود تاني، يعني احنا واللي بيشير لهذا ان سعر الشتله السنه دي في تزايد مستمر. تمام. ده معنى هذا ان الطلب على شتله الموالح عاد من تاني. خدت بال حضرتك؟ فهي السوق بيبقى ليها اثر وتسرع بعض الناس، لكن هو لو يعني حكم العقل وانتظر سنه اتنين هتعود الاسعار. والسنه دي ممكن بالنسبه فيما يخص التصدير بصفه خاصه، يعني حضرتك قلتي ان في بدايه المقدمه بتاعت حضرتك قلتي ان فيه انخفاض في المحصول هذا العام الى حد ما. الكلام ده حقيقي. احنا في لو عدنا بالارصاد الجويه او بيانات الارصاد الجويه لابريل 2019 هلاقي فيه من 3 لـ 5 موجات حراريه مرتفعه، ارتفعت درجه الحراره فيها الى ما فوق ال 45 درجه مئويه في الظل. تمام. يعني 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 في الشمس تصل الى 53 و55. الابريل هو شهر بيكون فيه تزهير وعقد مبكر لجميع اصناف الموالح او لمعظم اصناف الموالح. هذه الموجات الحراريه المتتاليه في شهر ابريل ادت الى تساقط نسبه كبيره من الازهار والعقد الصغير، فاثرت على المحصول بصفه عامه. تمام. اجمالا. ويمكن دي كانت احد الاسباب اللي عملت ازمه الليمون. ما هو الليمون صنف من الاصناف طبعا، وفيه ناس كانت عامله تعاقدات مع دول اخرى في على انه هيودي لهم ليمون في شهر مايو وشهر يونيو اللي ما كانش فيه ليمون خالص تقريبا، وكان كيلو الليمون وصل لارقام كبيره. مروا على المزارع سحبوا كل الليمون الموجود في المزارع عشان يوفوا باحتياجات الناس. والاشجار اصلا كانت تاثرت بالموجات الحراريه. خدت بال حضرتك؟ فنفس الكلام على 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 ثمار الموالح. حصل كده في يعني في تفاوتات من مزرعه لمزرعه، ما اقدرش اقول ان كل مصر زي بعضها. التفاوت بيجي من الـ من من مزارع واخد باله ومزارع شويه. المزارع اللي جت عليها الموجات الحراريه وهي فيها نسبه مناسبه من الرطوبه عدت بسلام، وكان ما تاثرتش قوي. اما المزارع اللي كانت في حاله عطش لعدم وجود ميه او في حاله عطش لان الميه زياده حصل لها تساقط كبير، واختلفت بقى من مزرعه للثانيه، واختلفت في نفس المزرعه من الجزء اللي كان مروي قبل ما تحدث موجه الحراره، وكان مروي بحكمه بحيث الميه ما تظلش جنب الجذور مده طويله تخنقها، فبتبقى اكثر من العطش. صحيح. يعني الغرق اكثر من العطش، في لان الجذر لا يستطيع الامتصاص ولا التنفس، فبتضطر الشجره ان تتخلص من بعض اللي هي حملاه سواء كان ازهار أو سمار. عندنا تقريبا الموجات دي أثرت على معظم دول حوض البحر المتوسط. صحيح. مش مصر بس اللي تأثرت بالتغيرات المناخية والأجواء اللي بقت جديدة علينا، ولكن دول كتير فعلا تأثرت بالتغير المناخي. طيب خليني يعني أستفيد من وجود حضرتك النهاردة معنا وأن أهل الخبرة معنا، ونعرف من حضرتك أهم المعاملات الزراعية لضمان النهوض بمحصول الموالح، لضمان أن المزارع البسيط اللي ممكن يكون ما عندوش الخبرة الكافية للزراعة يقدر باتباع هذه الأنظمة الهامة من المعاملات الزراعية أن يكون عنده وفرة إنتاجية وجودة إنتاجية أيضا. إحنا حضرتك إحنا داخلين على موسم الشتاء. أنا عندي الخدمة الأساسية لأشجار الموالح في الشتاء، تسمى الخدمة الشتوية. الخدمة الشتوية بنظف فيها الأرض
من بقايا المحصول العام السابق، من أوراق قديمة، من أي مخلفات موجودة، أي مخلفات، بقايا تأليم غيره. وبعدين بضيف في الفترة من ديسمبر، من 15 ديسمبر ل 15 يناير، ده معاد ايديال، ولكن اقدر لو اتاخرت شويه لزوف المزرعه، المزرعه كبيره. تمام. العمال ما ساعدونيش لاول يناير لاخر يناير ما فيش مشكله، لكن الوقت المثالي من 15 12 ل 15 يناير بعمل الخدمه الشتويه، بتنعمل تقريبا بطريقتين، بحفر جور، بحط فيها سباخ البلد، اسف، بحط في الارض كلها اجمالا سباخ بلدي او كومبوست. السباخ البلدي بيبقى بمعدل من 15 ل 20 متر مكعب للفدان، وله شروط، يكون سباخ بلدي قديم متحلل، مش 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 لسه اخضر، مش حديث. بالظبط، عشان بذور الحشاش وغيره والنماتوده وغيره يكون تخلصنا منها. وبحط معاهم 150 كيلو سلفات سوبر فوسفات، وبحط معاهم 100 كيلو كبريت زراعي، وبخلط الكلام ده كله على بعضه واقلبه في الارض بمحرات يكون او بعزاقه الى حد ما عميقه شويه 10 15 سنتي، عشان اهوي الارض واخلطها كويس، ثم اروي الارض ريه جيده عشان اقدر اتنيني من غير ري الى وقت اضافه الدفعه الاولى من السماد الكيماوي اللي في مارس. لكن اذا الدنيا في الوقت ده غالبا الدنيا بتمطر مره اتنين، مرات كبيره ومرات قليله، ما بيبقاش في حراره عاليه او لا، ده برد، بيبقى ده برد بعز الشتاء. فاذا بس لكن لو ما حصلش مطر زي من حوالي 3 4 سنين، كان فعلا عدت الفتره دي بدون مطر خالص، من غير امطار، يبقى لازم اروي ولو ريه خفيفه خالص عشان ما اعطش الاشجار. لان الموالح دي شجره مستديمه الخضره، مش متساقطه اوراق، ما ينفعش فيها حاجه اسمها تصوم خالص، لا ما ينفعش. وبعدين في مارس الكلام ده برضو، يعني ده الكلام ده في الأرض القديمة، في الأرض الجديدة بعمل نفس الكلام، بس بعمل حسابي الأراضي الجديدة الري فيها في خطوط خراطيم ري، وبالتالي يبقى أنا بحط هذه المكونات اللي أنا قلتها مع اختلاف بس في الكيمات، أقولها لحضرتك، في متناول المية. المية بتنزل من النقاط في أماكن محددة، يبقى بعمل جور احط فيها الـ 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 هنا يفضل الكومبوست اكتر من السماد البلدي، لكن يمكن استخدام السماد البلدي. نعم. او كومبوست جيد حسب المتاح، مثلا حسب المتاح او حسب امكانياته ايضا، حسب المتاح. وبقلل كميه السوبر فوسفات الى يعني بدل ما احط 100 كيلو كفايه قوي للفدان 50 75 كيلو. نعم. لاني بكمل في برنامج التسميد بحمض الفوسفوريك في برنامج التسميد من خلال السماده، وبقيه المكونات زي ما هي بقسمها على الاشجار في 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 جانبي الشجر، على تحت خطوط او تحت النقطات. دي الخدمه الشتويه. ثم في اول مارس ابدا بدفعه السماد الاولى من ازوت، نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم ومغنيسيوم. وبعد ما احط الكميات المطلوبه في اول مارس في اخر فبراير حسب وقتي، بعد خروج النموات الحديثه ارش الاشجار بالعناصر الصغرى عشان ابقى كملت منظومه التسميد في مع بدايه موسم النشاط، سواء كان نشاط خضري او نشاط زهري وسمري. بحط للفدان 150 كيلو نترات كالسيوم 15.5% ازوت، ومعاهم 100 كيلو سلفات نشادر. بحط 75 كيلو، من 75 ل 100 كيلو سلفات بوتاسيوم، بحط 25 كيلو سلفات مغنيسيوم. وبعد زي ما قلت لحضرتك ما تخرج النموات الجديده ارش بالعناصر الصغرى حديد وزنك ومنجنيز بمعدل 250 جرام من كل عنصر في صوره مخلبيه. العناصر الصغرى في صوره سلفات او في صوره مخلبيه، الصوره المخلبيه هي الافضل اللي كلنا بنفضلها، لان فيها سهوله في امتصاص النبات ليها وبتدي تاثير جيد. ودلوقتي فيه بعض المركبات بتحتوي على الاسمده الصغرى، العناصر الصغرى، ومعاها بعض العناصر المهمه زي البورون والكالسيوم السائل. لو لقيت هذه او الامكانيات والسوق والقيمه الاقتصاديه تسمح،
أنا بستخدم هذه المركبات بدل ما أجيب العناصر لوحدها يعني. فاتني جزء في 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 العناصر الصغرى وانا برشها، بحط معاها لكل موتور حجمه 600 لتر ميه بحط 3 كيلو سلفات نشادر او يوريا. نعم. عشان هستاذن حضرتك بس ناخد استاذ موسى من المنيا عشان بقاله فتره معانا على التليفون. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا استاذ موسى، اهلا بيك. صباح النور يا فندم. اهلا بيك. اتفضل معانا دكتور محمد سامي رئيس بحوث معهد بحوث البساتين، لو حضرتك حابب بتستفسر منه عن اي شيء اتفضل. استاذنك بس تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون خالص. تمام يا استاذ. اتفضل. لو في برنامج امثله لتسميد الليمون. ليمون، تسميد الليمون. ماشي. سؤال حضرتك عن معدلات تسميد المحصول الليمون. طيب تأخير طرح الليمون صح كده؟ تمام. وأنسب نوع تسميد أو سماد للليمون. تمام ماشي، شكرا ليك. شكرا. هو بيسأل عن أنسب نوع من الأسمدة لمحصول الليمون وزي أخر الطرح الخاص بالليمون. الليمون واليوسفي هي أشجار أقل حجما من أشجار البرتقال. أسباب التأخير، أسباب التأخير، أسباب تأخير طرح الليمون. هقوله الأول المعدلات. ماشي طبعا. زي ما هو سأل يعني. فالمعدلات اللي أنا بستخدمها في البرتقال بستخدم 80% منها لأشجار لفدان اليوسفي أو فدان الليمون. تمام. ده بالنسبة للمعدلات. هو عاوز يأخر ولا بيقول؟ لا بيسأل أسباب التأخير. هو الليمون. الليمون بيتزرع ب بنوعين من الشتلة. في شتلة بذرية وفي شتلة مطعومة. الشتلة البذرية أنا زرعت البذرة في الأرض وكبرت وبقت شتلة وخدتها نقلتها للأرض المستديمة. ما فيش تطعيم. ما عنديش كل الأصناف البذرية سواء برتقال أو ليمون أو غيره بتغيب على ما تنتج. لأن أنا ما عملتش، ما اختصرتش فترة الطفولة وخدت وعملت تطعيم. أما الشتلات المطعومة بتبدأ تبشر في خلال 3 سنين 4 سنين، وده وضع طبيعي بالنسبة للليمون. أما البذرية قد تصل ل6 سنين و7 سنين، ده سبب التأخير. لكن لو هو البرنامج بتاعه مظبوط وبيروي بيسمد ويروي في المواعيد المظبوطة هيمشي زيه زي بقية الليمون، مش هيتأخر عنه. إلا إذا كان هو زارع زي ما قلت لحضرتك شتلات بذرية، الشتلات البذرية بتتأخر عن الشتلات المطعومة. تمام. قد ايه دكتور الالتزام ببرنامج التسميد ومعدلات التسميد المناسبة لكل محصول بيضمن للمزارع الوفرة الانتاجية والجودة؟ تمام. ايضا من المحصول. تمام. قد ايه دي من المعاملات المهمة جدا اللي ممكن في بعض المزارعين يعني عندهم قصد بيأثروا فيها شوية؟ هي دي 95%. يعني لضمان عملية الزراعة، نجاح الزراعة. نجاح الزراعة واستمراري في حصولي على محصول مناسب بجودة عالية. لأن الزراعة معاد ومعدلات، مواعيد ومعدلات. المواعيد مظبوطة والمعدلات مظبوطة سواء تسميد أو ري أو غيره أو أي معاملات، يبقى هاخد محصول جيد، هاخد محصول ذو جودة عالية وكمية محصول عالية. صحيح. فهي الأساس حضرتك. نعم. طب الموالح دكتور يعني زي أي محصول أو أي نبات بتتعرض لبعض الإصابات سواء حشرات. تمام. سواء أمراض. ماذا عن أخطر الإصابات اللي ممكن بتعرض لها الموالح والتعامل معها هيكون إزاي؟ إحنا يعني في الـ في الـ في الـ يعني شجرة الموالح من الشجرات من الأشجار الأكثر تحملا عن بقية الأصناف في الفاكهة الأخرى. لكن عندي آفات زي ذبابة الفاكهة. ذبابة الفاكهة اسمها ذبابة فاكهة حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي هي بتنتقل من 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 غيط الموالح لغيط الجوافة، من الجوافة للموالح للمانجا، من المانجا للموالح. يعني احنا عندنا الحمد لله تنوع بيئي بيدي لمصر ميزة ان عندها فاكهة طول السنة. تمام. شتوي وصيفي وما بين الصيف والشتاء وفي الربيع. صحيح. وفي الخريف. وبالتالي هي اسمها فاكهة حوض البحر الأبيض المتوسط. يعني عوائلها كل الفاكهة الموجودة. لكن تفضل اصناف على اصناف، الجوافه تفضلها عن الموالح لان ما لهاش قشره. تمام. وبالتالي في سهوله لانها تعمل الوغز بتاعها. فعندي ذبابة الفاكهه والحقيقه معهد بحوث وقايه النباتات بيضع برنامج كل سنه لمقاومه ذبابة الفاكهه. عندي
زواد أزهار الليمون من الحاجات اللي بتأثر برضو على كمية الإسمار في الليمون، وبرضو حضرتك عارفة مع وقاية النبات بيضع لنا البرنامج الخاص سنويا اللي يستخدمه المزارع للوقاية من هذه الأفات. هناك بعض الأمراض طبعا في أمراض بنتعامل معاها وهي موجودة زي الأصناف المختلفة من القوباء سيروزيس أو القوباء، الأشجار بيضعف إنتاجها لكن ما بتموتش. طول ما الشجرة اقتصاديا وجودها يمثل قيمة اقتصادية أنا ما بسيبها، لأن هي الأمراض دي من الأمراض الفيروسية، والأمراض الفيروسية ما لهاش علاج. فأنا أنا أنا بسيبها حتى تتدهور ويبقى قيمتها الاقتصادية لا خلص منها وبعدها خالص بعيد عن الحقل عشان ما تبقاش سبب لأنها تنتقل. وهي وفي البداية يجب أن يكون شتلة الموالح اللي أنا زارع بيها سليمة من لأن غالبا الإصابة بالإصابة الفيروسية بالسيروزيس بالقوباء جاية مع شتلات، وإنما بيظهر أثرها بعد 5 سنين 7 سنين من الزراعة. في البداية لو أنا قدرت أخد شتلة من مكان مضمون دون وجود إصابة يبقى أنا هوفر على نفسي كتير والغيط يظل نظيف طول ما أنا برضو بتابع المعاملات اللي تخليني ما نقلش الإصابة من شجرة لشجرة. زي في التقليم أطهر أدوات التقليم من شجرة لشجرة مش من غيط لغيط، عشان قد تكون الشجرة دي مصابة دي غير مصابة، بعملية بسيطة خالص محلول كلور 4% أغمس فيه مقص التقليم أو مطوة التقليم أو التطعيم وجففها قبل ما انقلها لشجرة تانية. تمام. تعفيني من ان انا انقل الاصابه من مكان لمكان. صحيح. معنا دكتور على الهاتف علاء من سوهاج، اهلا بحضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك دكتور محمد بحضرتك اتفضل. عندي شجر جوافه بتسوي عايز علاج ليها يعني. عندك محصول جوافه استوت بتعمل دودة في دود. يعني وهي طبعا كده بتعمل دودة فعايز علاج ليها يعني. بس يوطي التلفزيون عشان معلش استاذنك اسمعني بس من التليفون ووطي التلفزيون بعد اذنك. ماشي انا وطيت التلفزيون. ماشي. عندي صيف جوافه فيها دودة. جوافه فيها دودة؟ هي غالبا عندي معلومة لحضرتك كمان تاني بس اتفضل اتفضل. عندي برضه شجر رينج عنده طعام ينفع ولا مش ينفع؟ الصوت الحقيقة مش واضح، معلش بس حضرتك تحاول بس وطي التلفزيون خالص. انا بقيت على التلفزيون خالص. طيب معلش عيد السؤال مرة تانية بس عشان الصوت ما كانش واضح. ما عندي شجر رينج عنده ايه؟ عنده طعام شجر البرتقال ينفع ولا ما ينفعش؟ عنده شجرة نارينج. اه تمام. عايز طعمها على برتقال. عايز طعم عليها برتقال؟ تمام. عايز طعم عليها برتقال. ينفع. ما ازاي حضرتك عايز طعم طيب انا ماشي. طيب تابعنا يا استاذ علاء والدكتور هيرد على حضرتك. بالنسبة لشجرة الجوافة اللي فيها دود دي رقائق ذبابة الفاكهة. فمطلوب لها رش يشوف توصيات وزاره الزراعه مش مبيدات يعني التوصيات من الوزاره بتقول استخدم مبيد ايه للجوافه. تمام. وبس الفكره في الرش انه اهم حاجه ما ياخدش منها ثمره بعد مده معينه، كل مبيد له فتره امان. تمام. ما, 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 ما فيش حد ياكل ثمره واحده من الشجر ده الا ما تعدي فتره الامان عشان ما يحصلوش متاعب. تمام. بالنسبة لشجرة النارنج اللي عنده أنا مش عارف هي قد إيه زمانها كبيرة. فأنا لو ما بتطلعش نموات حديثة أقرطها تطلع نموات حديثة واختار منها ثلاث نموات في ثلاث اتجاهات واجيب عين الطعم اللي يعني عاوزها بصرة أخد عيون طعم من شجرة بصرة، عاوزها برتقال بلدي أخد عيون طعم من شجرة برتقال بلدي ويتم التطعيم بواسطة عامل تطعيم. تمام.
مش بالبركه كده، وان شاء الله تتحول لشجر البرتقال ان شاء الله. طب دكتور خليني اعرف من حضرتك برضو اهم المشكلات اللي بيقع فيها المزارع اثناء عمليه الزراعه، واللي ممكن بتؤدي لتدهور المحصول او ان المحصول ما بيجيبلوش النتيجه المرجوه او اللي هو كان يعني أيوه بيحلم ان هو يصل أيوه اليها. أيوه ايه الاخطاء اللي بيقوم بيها المزارع؟ الحقيقه احنا عندنا في الدلتا مثلا كميه ميه الري اللي بيستخدمها المزارع ساعات تفوق اللي انا محتاجه بمره ونص وبمرتين، اكتر من المعدل المطلوب، اكتر من المعدل المطلوب. وبالتالي انا برفع مستوى الماء الارضي اللي بيعكسني بعد كده ويخنق الجدر. كما ان في وقت ما بيروي تظل الميه في محيط الجذر مده طويله تمنع الجذر من التنفس والامتصاص، فيؤدي الى تساقط ما على الشجره سواء كان ازهار او عقد صغير او عقد كبير. الاسراف في بعض الاحيان، الاسراف في المبيدات، الاسراف في استخدام السوبر فوسفات. انا المفروض الـ يعني عشان يبقى شغلي مظبوط اعمل تحليل للاوراق. تحليل الاوراق بيتم في يعني في يوليو واغسطس في اوراق ربيع، يعني كل حاجه ليها 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 نظام. هو لو حضرته شرفنا في معهد بحوث البساتين هنقول له تعمل تحليل اوراق ازاي وفين، وبناء على تحليل الاوراق اقول انا هسمد بايه صحيح وبكميات ايه. يعني الناس ما بتهتمش بالنقطه دي قوي، هو عارف او هو وارث معرفه معينه بيشتغل بيها، وعلامات نقص العناصر بتظهر على الاشجار الا ان هناك تداخل في اعراض النقص، اعراض نقص حاجات كتير بتتداخل مع بعضها. التحليل هيخليني يعني ابقى محدد كميه ايه النوع السماد اللي انا هحطه ومعدلاته ايه بالنسبه لما تنتجه الاشجار مع النقص اللي فيها. فهذه اخطاء، في اخطاء في الجمع كتير بقى يعني حدث ولا حرج في الجمع، خصوصا ان مرحله الجمع دي من اكتر المراحل الحرجه جدا. هي المحصول، هي المحصول طبعا المفروض ان انا بجمع بطريقه خاصه باستخدام الخطاطيف، باستخدام الاكياس اللي يكون شايلها العامل بحيث يجيب الثمره ويحطها في الكيس، باستخدام المقصات بحيث اقص الثمره يبقى بحيث يتبقى جزء من العنق مع الكبسوله عشان ما تتعرضش للاصابه بالافات. ممنوع هز الاشجار. كتير من الناس لحد النهارده بيطلع عيله ولا شاب من الموجودين لجمع المحصول فوق الشجره ويهزها، ده بيضم يعني بي اثر سيء جدا على الاشجار. الثمار بتنزل على الارض بتتخرم بالحصى، بتتخرم بالعصيان الموجوده في الارض، بيفقد جزء كبير من الثمار. لكن انا لو اجمع جمع كما بيوصوه الزملاء بتوع تداول قسم تداول الفاكهه هيبقى عنده هيوفر جزء كبير من المحصول. خلينا دكتور ناخد استاذ حلمي من اسوان. اهلا بيك، صباح الخير، اتفضل. سعيد. اهلا سعيد، احسن ناس طبعا. اهلا بيك يا استاذ حلمي. عايزين نسال على الموالح. اتفضل دكتور محمد معاك. الو دكتور محمد، مع حضرتك، اتفضل. عندنا المانجا على البيضاي بنقاومها. المانجا مالها بقى؟ اتفضل السؤال. المانجا، ايوه، سؤال حضرتك عن محصول المانجا. المانجا بتاع الشيح يا دكتور. المانجا ايه؟ الدكتور سامع حضرتك، اتفضل. بتقول عيد السؤال. المانجا ايه؟ عاوز ايه في المانجا؟ المانجا بتاع دينا حاجه اسمها الحمراء كده، الحمراء دي بتاخد مننا الطرح بتاع المانجا. حضرتك مش الكلام مش متفسر؟ انا مش عارف اقول ايه. طب حضرتك عرفتي قال ايه؟ طيب طب استاذنك بس لو في مكان الشبكه فيه اوضح يا ريت بس تقف فيه عشان نعرف نسمع حضرتك كويس، ولو سمحت ابعد عن برضه التلفزيون واسمعني من التليفون. طيب يا دكتور، هو تقريبا كان بيسال سؤال عن المحصول المانجا. المحصول المانجا برضه المانجا من المحاصيل برضه اللي شويه بتبقى حساسه جدا للتغيرات المناخيه، وبتبقى محتاجه برضه يكون في اعتناء بالتسميد ومعدلات الري والزراعه وكل شيء. والمانجا بتزيد شويه عن الموالح في 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 الوقايه من الافات الفطريه
بداية من أول العقد لحد ما يتم جمع المحصول. أنا طبعا مش بتكلم في المانجا، الزملاء بتوع المانجا يتكلموا فيها طبعا. وإنما هي من المحاصيل الحساسة اللي محتاجة معاملات خاصة وعناية خاصة، وتفرق عن الموالح إن الموالح تستحملني شوية، أما المانجا لا، ما التأخير فيها عن حاجة معينة يبقى في ضرر كبير. طب دكتور، الباحثين والمختصين في مركز البحوث الزراعية الحقيقة إن هم بيجتهدوا جدا إن كل يوم يبقى فيه استنباط لأصناف جديدة من الموالح والغيرها من المحاصيل الزراعية. ماذا عن أهمية فكرة استنباط أصناف جديدة ممكن تكون مقاومة للتغيرات المناخية ومقاومة للحرارة، مقاومة لأي عوامل ممكن تأثر على المحصول؟ احنا الحقيقة في قسم بحوث الموالح في المعهد في برنامج للانتخاب والانتخاب من على مستوى الجمهورية. لو بلغنا بشجرة فيها صفات جيدة خاصة بحاجة معينة، يطلع لها مجموعة من القسم، نجيب عيون طعم ونطعمها ونتابعها ونشوف مدى ملائمتها، هل هي من الصنف ولا حاجة خارج الصنف، او والتغيرات دي هي فعلا تغيرات مقبولة للنهوض، ولا لان مش كل التغيرات اللي تحدث سواء كانت وراثيه او مناخيه بسبب بعض ظروف المناخ كلها جيده، لكن لازم تدرس دراسه جيده، وما يثبت تفوقه بنحافظ على العين ولو كانت خمس عيون، نقدر نعمل منهم بعد كده تكثيف وزراعه عاليه ونوزع. وده حصل في مشروع، كان عندنا المشروع المصري الألماني لإنتاج شتلات موالح خالية من الأمراض الفيروسية. وزعنا فعلا، تم إنتاج عدد كبير من الشتلات وفي في 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 أها في معمل زراعة أنسجة في أها خاص بالموالح، في معمل زراعة خاص بالموالح في أها، ووزعنا على المزارعين فعلا في فترة من الفترات. وإحنا دلوقتي عندنا ما شاء الله عدد الأصناف الجيدة سواء كان في أبو سرة ولا في اليوسفي كتير. صحيح. وفي الصيفي عندنا أصناف جيدة، وإحنا متابعينها من خلال دراسات الزملاء في الماجستير والدكتوراه، بيعملوا عليها أبحاث، والزملاء اللي بيعملوا أبحاث للترقي نفس الكلام. فالقسم مستمر في إيجاد أو إدخال أصناف جديدة جودتها عالية وإنتاجها عالي. جميل جدا. طب دكتور، اخيرا كده يعني اهم التوصيات اللي حضرتك النهارده تقدمها لكل المزارعين، واهم النصائح من اجل النهوض بزراعه الموالح وضمان ايضا الوفره والجوده الانتاجيه. احنا الحمد لله بالنسبه للوفره والجوده، يعني اقول لحضرتك رقم، احنا متوسط استهلاك الفرد في مصر من الموالح من 25 28 كيلو في السنه، في العالم من 13 ل 15. احنا عندنا وفرة في الانتاج، احنا محتاجين زيادة في التصدير، ومع زيادة التصدير تصنيع الفائض من الاستهلاك المحلي في الموالح، واستخدمه في الموسم اللي ما فيهش او في الايام اللي ما فيهاش، زي العصائر والمركزات. صحيح. وعندي كمان صناعات اخرى بس بعيدة عن الاستخدام المباشر، زي استخراج الزهر من زيوت الطيارة من ازهار. صحيح. الموالح ومن قشر ثمار الموالح. التصنيع يهمني قوي قوي، ويمكن كل اللي جه في هذا المكان واتكلم قبل كده، وانا قبل كده كنت في هذا المكان، وبنادي ان احنا لابد من التصنيع، لان انا عندي كميه انتاج عاليه. صحيح. ومصدر موالح مصنعه احسن مصدر موالح ثمار، لان القيمه المضافه للمنتجات المصنعه عاليه. اصنع اودي مركزات، واصنع اصدر مركزات، واصدر عصائر، واصدر زيت بدل ما اصدر ثماري هم بيستخرجوا في خارج الدول الاجنبيه، بيستخرجوا بتصنيعها. بيقوموا بتصنيعها. طب ما انا لو قدرت اعمل المصانع دي هزود القيمه المضافه لمحصول الموالح ككل. صحيح. لانها هتبقى بتنباع بقيم عالي. والنصيحه العامه للمزارع، لو سمحت إذا ما كانش عندك خبرة كويسة أو ما انتش فاهم موالح كويس، تشرفنا في معهد بحوث البساتين، هتلاقي كل الناس تحت أمرك. إحنا بنعمل ندوة
كل شهر في محافظة من المحافظات. جميل. بنعمل دورة تدريبية للمهندسين والمرشدين الزراعيين في مديريات الزراعة ومحطات البحوث البستانية. اتصلوا بينا اعرفوا اللي انتوا آخر توصيات، وبالتالي ايدينا في ايديكم هنقدر نوصل بالمحصول لحاجه كويسه جدا. وقناه بشكر قناه مصر الزراعيه الحقيقه، احنا بنشكر حضرتك يا دكتور، وكنا سعداء بوجود حضرتك النهارده معانا وافدتنا بكتير من المعلومات القيمه حول النهوض ومحصول الموالح. شكرا لك يا دكتور جزيلا. شكرا دكتور محمد سامي مليجي، رئيس بحوث معهد بحوث البساتين. مشاهدينا فاصل قصير، وبعد الفاصل ان شاء الله يعود معاكم من جديد زميلي عاصم الشندويلي وفقره حواريه جديده، انتظروا.